أو في البحر أنه كيلقيوا النفايات في البحر وكيعتبروا بحال إذا ما في شعار على أن البحر هو واحد السلة المهملات، يعني كنسيبوا القمامة ولا كنسيبوا الأزمان وكأن البحر سيبتلع كل شيء وأنه قادر على تحويلها وعلى رمى من حيث الكمية ولا من حيث الجودة. يعني الأسماك اللي عم قبل نقولوا هي أسماك سامة. هذا المشروع على بال اللي كاين ديال المدرسة البحرية لن يجد عمال، لن يجد فرص شغل في المستقبل إلا مشينا بهذا الطريق. أولا تعريف المشروع، درنا جداريات في وسط المدينة، وحدة في شارع محمد الخامس، وحدة في الدار الغرناوي، وحدة في باب الميناء، ودرنا وحدة عندهم هنا في المركز ديال الإنقاذ، ودرنا مؤخرا وحدة في التعاونية ديال الصيد البحرية بكسوس. هذا فقط اللي هو إدخال الفن، أن الفن من خلال الفن بغينا نعبروا على أن المشاهد والمواطن والعامل في القطاع كل ما داز كيقدر يشوف هالظاهرة اللي كنهضروا عليها وهذا المشروع اللي كنهضروا عليه، أن راه كاين إشكال في البحر خصنا نقاوموه. كذلك درنا النشاط الثاني والعمل الثاني الميداني هو الغطس، أن الظاهرة اللي كنهضروا عليها هي ماشي كذوب، هي حقيقة. كان معنا الجمعية ديال محبي البحر ديال قصر كبير واللي جاو غطاسة ديالهم وغتشوفوا الصور غتشوفوا الأنشطة كلها تقريبا، هودوا وجبدوا من قاع البحر، يعني كما درنا في 2014 ودابا معاهم، أن الحقيقة أن كاين أسباب تهدد وكاين مخاطر أساسية تهدد البحر. قضية أخرى اللي درنا والنشاط الثاني هو درنا توزيع، أن هذا إشراك البحار ولا رب المركب ولا التقني في العملية ديال النفايات، أنهم حتى هما مسؤولين، بمعنى أن المركب ملي كيخرج وما كيجمعش داك النفايات ديالو اللي كيدي معاه دارون بلاستيك يدي معاه قرعة الماء كيسيبها في البحر، خصو لا يحاول واحد السليلة وزعناها عليه هو نموذج ماشي غتحل الإشكال، ولكن حنا فقط نعطي إشارات على أساس أنه يكون مشروع مجتمعي، مشروع شامل، مشروع ديالنا كامل باش نقدروا نتغلبوا على هاد الظاهرة. لأن المركب خصو يكون عنده سلة ديال المهملات كيسيب فيها الأسباب النفايات وكيجيبها لهذا البلدية خصها تحمل المسؤولية ديالها. لاين بيتسا كذلك دير دور المراقبة ولا الوزارة ديال الصيد، معناها واحد العملية تكاملية أننا في الأخير لا نرمي الأسباب في البحر. كذلك اشتركنا البحار، أن البحار كذلك هي في وسط المدينة، وحدة في شارع محمد الخامس، وحدة في الدار الغرناوي، وحدة في الميناء، ودرنا وحدة عندكم هنا في المركز ديال الإنقاذ، ودرنا مؤخرا وحدة في التعاونية ديال الصيد التقليدي بكسوس. هذا فقط اللي هو إدخال الفن، أن الفن من خلال الفن بغينا نعبروا على أن المشاهد والمواطن والعامل في القطاع كل ما داز يقدر يشوف الظاهرة اللي كنهضروا عليها وهذا المشروع اللي كنهضروا عليه، أن راه كاين إشكال في البحر خصنا نقاوموه. كذلك درنا النشاط الثاني والعمل الثاني الميداني هو الغطس، أن الظاهرة اللي كنهضروا عليها هي ماشي كذوب، هي حقيقة. كان معنا الجمعية ديال محبي البحر ديال قصر كبير واللي جاو غطاسة ديالهم وغتشوفوا الصور غتشوفوا الأنشطة كلها تقريبا، هودوا وجبدوا من قاع البحر، يعني كما درنا في 2014 ودابا معاهم، أن الحقيقة أن كاين أسباب تهدد وكاين مخاطر أساسية تهدد البحر. قضية أخرى اللي درنا والنشاط الثاني هو درنا توزيع، أن إشراك البحار ولا رب المركب ولا التقني في العملية ديال النفايات، أنهم حتى هما مسؤولين، بمعنى أن المركب ملي كيخرج وما كيجمعش داك النفايات ديالو اللي كيدي معاه دارون بلاستيك كيدي معاه قرعة الماء كيسيبها في البحر، خصو لا يحاول واحد السليلة اللي وزعناها عليهم هو نموذج ماشي غتحل الإشكال، ولكن حنا فقط نعطي إشارات على أساس أنه يكون مشروع مجتمعي، مشروع شامل، مشروع ديال مكانين باش نقدروا نتغلبوا على الظاهرة. إذن المركب خصو يكون عنده سلة ديال المهملات كيسيب فيها الأسباب النفايات وكيجيبها البلدية خصها تحمل المسؤولية ديالها. لاين بيتسا كذلك دير دور المراقبة ولا الوزارة ديال الصيد، معنا واحد العملية تكاملية أننا في الأخير لا نرمي الأسباب في البحر.
كذلك اشتركنا البحار، ان البحار كذلك اعطيناه واحد السله ديال مصنوعه من الدم، على انه وعلاش الدم مقصوده؟ لان حتى لا طاحت هذيك السله لن تؤثر على الاسماك، لن تؤثر على اماكن ديال التبييض ديال الاسماك، لن تؤثر على جوده السمك. اذا حاولنا نشوفوا جميع الاطراف، عطيناهم سلات مدنيه تقريبا شي 30 قطيفه بيئيه، والبحار هضرنا معاه على انه ما يديش مع المواد البلاستيكيه، ما يديش مع الاشياء اللي تقدر يعمل داك الشيء بحال اللي كيقول السي تهاني، ان البحار قبل كانوا كيديروا الخبز في الخريقه، كيديروا في الطويجن، ما كيديش مع النفايات الاسيبه في البحر. هذا الوعي خصو يولي عندنا كاملين باش نحافظوا. حنا ماشي بحاره، انا ماشي بحار، ولكن نحن نتضرر، كل شيء يتضرر، المدير يتضرر، الوزير، المسؤول، اي واحد في الوطن يتضرر من نفوذ هذا النقصان ولا نقص الثروه السمكيه، لان خطر يتهددنا وثروه طبيعيه هذا لنا الله. اذا خصنا نحافظوا عليها وخصنا نعرفوا نتعاملوا معها بعقلانيه، لا سيما ان بعض الدول صبحت تعيش الفقر، والمدينه ديال العريش، انا نهضر على مدينه العريش، ولكن الناس باش تهرب من البحر. حنا عشنا في العمر ديالي في الخمسينات، كنا ملي كنا صغار كان البحر يعني مهنه لا مهنه لا، اي واحد حرك فلوس يقول البحر، تقاتل ولا عنده فلوس، عنده يقدر يتذكر يسكن، لان كانت ثروه مصيبه ديال الان. بعض المراكب انا كيف تقولي تقول خرجنا كل شهور وما كاين والو، هذا الشيء راه عنده عوامل. حنا ما كنقولوش فقط غير النفايات هي السبب، كاين مجموعه ديال العوامل اللي مأثرة في هذا الشيء، وكل الاطراف تتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. كاين كذلك المجرى الماء، انتم راكم من المدرسه وكتعودوا عليه، ديك المجرى المائي ديال المصب ديال المياه العادمه اللي كتصب في البحر، هذيك راه كارثه خصها تحيد وخصها توقف اقرب وقت ممكن، ونادينا بها ونظرنا عليها وهضرنا ودرنا وقفات واحتجاجات وبيانات من داخل الجمعيه النضال الاخضر ومع جميع الاطراف ديال المجتمع المدني، باش انها توقف، لان كاين صدور كتهود البحر تقتل السمك. المجديد اللي عقل هنا وبالنسبه للشباب ولا الناس اللي قرابين من هذه المنطقه كان مكان يعني بحال تقول جزر هاواي، يعني منطقة تظهر للسياحة، ولكن أصبح دمارا وأصبح مولد لا أسماك لا صبيات فيه لا أطفال يعودوا. إذا كاين مجموعة ديال المخاطر، كاين مخاطر أخرى اللي هي مرتبطة بالمؤسسات الصناعية اللي دارت على جنب الواد ديال لوكوس. الواد لوكوس هو مصب اللي كيكب في المحيط الأطلسي، هذا كله كيجيب مجموعة ديال النفايات ديال ديك المعامل اللي حطت تما على ضفاف الواد، لا سيما في المرحله ديال كورونا ملي بداو كيهضروا على التعقيم وعلى التنظيف، ولات مجموعه ديال المواد اللي كتصب كامله، لدرجه انه بعض الاسماك صبحت في ضفاف ديال الواد ديال لوكوس بقات ميته ومرمات. هذا دليل وهذا مؤشر ديال الخطر، بان سنصل يوما ما الى اندثار الثروه الطبيعيه اللي حيه واللي هي مسؤوليتنا حنا ككبار دابا ولا انتم كاجيال مقبله اننا نحافظوا عليها. كي قضيه اخرى ديال مرتبطه بالتلوث وبالانتصار والنقوص ديال الثروه السمكيه، المساله ديال الموبيلوك اللي كتستعمل في المنطقه ديال لوكوس، انه الفلاحه اللي كاينه في المنطقه ديال لوكوس، والناس تبحث عن الفلوس بسرعه وبطريقه باي طريقه باش انها تنمي داك المنتوجات الفلاحيه ديالها، ولكن كتستعمل بعض الموبيلات، هذيك الموبيلات اللي كدير في الارض هي كامله اللي كتصب في الشرق كتهود البحر وكتاثر على الاسماك. كاين قضيه اخرى ديال الزيوت اللي كتسيب بالمنشات السياحيه اللي كاين هنا في المنطقه، اي واحد كيقدر في المطعم ديالو ولا هذا من سلام القريب الحوت ولا هذا، راه كيكب داك الشيء في المجرى الواد وداك الشيء كامل كيهبط البحر. اذا هذو الاشياء اللي خصها تكون في الوعي ديالنا الجماعي، انا اعطيت بعض الاشارات ولكن مجموعه من الاشارات اللي خصنا نحصرها ونحاولوا ما امكن اننا ما امكن اننا نتغلبوا عليها باش اننا نحافظوا على واحد الثروه طبيعيه اللي هي مصدر الرزق، هي الحياه، هي
الضمان ديال الاستقراريه، الضمان ديال فرص الشغل للشباب، عوض ما نشوفوا الشباب انهم حنا المغرب راه كنكريو البحر، كنكريوه من الاوروبيين، كيمشيو بحار ولا مواطن مغربي كيقدر يركب مع ماركه اسبانيه وكيعيش وكي، حنا كنكريو هذا البحر، وهذا البحر هو بيننا وما عارفينش كيفاش نستغلوه، ما عارفينش كيفاش نحافظوا عليه. إذا مسؤوليتنا أننا نحافظوا عليه. لن أطيل عليكم كثيرا، سنترككم مع العرض ونتمنى تفاعلكم ونقاشكم، نتمنى اختاركم، لأن احنا عطينا هذه الفكرة ديال هذا المشروع، لقيتم وزعنا السلات وهذا، عندنا محور نظري هو اللي قاعد معكم، عندنا لقاء آخر سنخوضه مع التعاونية ديال الصيد التقليدي، غادي يكون سي جزار مشكورا على الحضور ديالكم معنا هنا، يعني عملنا واحد اللقاء تراكعي مع يعني شنو المطالب ديال البحر من أجل أن المؤسسات المسؤولة على القطاع أنها تقابل هذا القطاع. سيكون عندنا كذلك حفل ختامي نتمنى أن نستضيفه هنا لكي نتوج الناس ليتفاعلوا معنا في هذا المشروع، وستكون المؤسسة ديالكم من بين المتوجين، لأن المؤسسة ديالكم فتحت الأضرع ديالها وتعاملت معنا، وكنشكروا التلاميذ اللي حضروا معنا في هذه القوة هذه القطرة من أجل نقاش هذا الموضوع. نحييكم وأشكركم وأستسمح إن كنت قد أطلت عليكم. نسمع الدواوين وعيشة اليابان، مثلا اليابان اللي مولتها المقر هي تعيش بركان زلزال، هي دولة عندها واحد الرقعة فيها غير الزلزال، وكيفاش أن عندها الثروة وقدر تبني لها المؤسسة وكتعتبر من بين ثالث قوة اقتصادية في العالم فقط عند العنصر البشري، ثاني قوة اقتصادية كيما قلت سي، لأن عندنا العنصر البشري، لو صنعنا العنصر البشري حنا عندنا ثروات كاملة، ولكن خصنا نخدم على العنصر البشري، خصنا نخدم على العقل من أجل أننا نكونوا تحت في المستوى، ما تكونش عندنا هجرة، ما يكونش عندنا تسول، ما يكونش عندنا فقر، ما يكونش عندنا بالعكس البلد ديالنا يكون مستقطب ديال فرص الشغل، لأن عندنا 3500 كيلومتر البحر. أنا كنقول لا، إلا خدمنا غير البحر مثلا نتوما الأشياء اللي جاية وحنا كاملين راه نقدروا نعيشوا غير منه، لأن حنا كنكريوها الأوروبيين، غير معقول أن أنت كتكري واحد الثروة وكتعيش منها الناس وكيعيش بالمرسيدس مول الإسباني اللي كيكري عندك البحر، وأنت كتعيش بالفقر. إذا حنا ما عارفينش كيفاش نجاريو هذا البحر. كذلك قضية أخرى هو اللي غنطرحوا معكم إن شاء الله وتعاون مع الأساتذة، هو البحر ماشي فقط على مجال ديال الصيد التقليدي، بمعنى عندنا البحر محوج عن صيد، لا، كاين مجموعة ديال المهن اللي هي إيكولوجيا تحمي البحر، ولكن مهن بديلة اللي يمكن أنكم ديروها. مثلا نموذج ديال فترة ديال كورونا في إيطاليا، شنو كانوا كيديروا؟ أنه مراكب ديال الصيد التقليدي كيديروا جولات سياحية للمواطنين، وكيديهم عبر مراكب ديال الصيد كيصيدوا الأسماك في جولة سياحية، وكيعودوا بهم لشاطئ الميناء وكيقدروا وكيطيبوا لهم داك الحوت اللي صيدوه هما، وكتنتع السياحة وكاينش يمكن موارد ديال الدخل لهاد البحر. إذا البحر فيه مجموعة ديال الأشكال، مجموعة ديال الأنشطة المدرة للدخل، واللي يمكن أننا وباش نحميو باش نقدروا نحققوا هاد النتائج وهاد الأنشطة المدرة للدخل ونضمنوا العيش ونضمنوا الاستمرارية ديال فرص العمل، إذا خصنا نعتنيو بهاد البحر خصنا نحميوها من التلوث. أنا كان لاحظت بالنسبة لليابانيين، الياباني تقول لك واخا ما تكونش لا بروبليم فشي قلت ما نحمل المسؤولية ديال حتى شي واحد، هذاك الزبل اللي غادي ديال انا غادي نجمعو ونديرو في الصاك ديالو في كارطة مليح حتى الدار كنلوحو، ما كنفرضوش على 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 الطبيعة، ما نفرضوش على الشوارع، ما نفرضوش على الغابات، ما نفرضوش على الشواطئ، هذاك ديالي علاش انا غادي 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 نفرضو على سميتو. اذا هذا المعنى واحد المجهود كبير. المهم انا شخصيا كنشكركم على التفاعل ديالكم، و كانت واحد المبادره هنايا واحد الفنان تشكيلي قلت لك واحد رسمت انايا مركز مدير مركز الانقاذ البحري، يعني فيها واحد الطياف يعني
يعني كيبين بان ذلك الاثار اللي يكون على الاجيال القادمه هي اللي عذر اكثر، لان مئات القرض الثروه السمكيه مع القوم غاديين، القوم ما يعيش يعني ما يلقاو فين يخدموا، ما يلقاو فين في ما يلقاو من ياكلوا، يعني وحتى الصحه ديال يعني تشوفوا ديك التداعيات والانعكاسات ديال هاد السلوكات السلبيه ديالنا حنايا، ولا مبالاه ولا عدم تحمل المسؤوليه من جميع الجهات، يعني فهمتي. وهذا الشيء هذا غيكون عنده واحد الانعكاسات، يعني اني دابا حنا كنشوفوها كنشوف قلت الثروه حنا شخصيا، الحوت اللي كان في العرائش قديم يعني من ناحيه الجوده ولا الاسره ديالو ما بقاش هو ذاك الحوت اللي كان. شكرا البحيره الشريك في هذا المشروع، يعني السيد سمير راه في المشروع منذ البدايه وحضر في جميع محطاته، محطات كامل وكبهم، يعني وكان حنا بالنسبه لي كاعلامي وكجمعوي وكساعي يعني في مدينه العرائش، يعني كنشهد السيد سامي يعني بالتضحيه ديالو والمساهمه ديالو ومشاعره، يعني سواء يعني في المجال يعني في مجال اشعاع ديال المعادن، يعني المشروع تاع هذا المشروع ديال الاخضر منذ انطلاقته، المشروع هذا كما قدموا رئيس الجمعيه هو فيه 9 شهور، يعني فيه مجموعة ديال الأنشطة ومجموعة ديال المبادرات، يعني جمعية يعني كتهتم بالمساهمة في حماية البيئة البحرية، وكانت في البداية كانت حملة ديال جمع النفايات من طرف كما كنشوفوا هاد الصور هادي تصريحات ل يعني للتهاني المشفي رئيس أو يعني مع السيد البحري في المقابل، يعني خلاص الانتقاد البحري كيقدم تصريحات يعني ديالو حول يعني تاع هو ساهم مع السيد البحري راه شريك في هذا المشروع، يعني كنتابعه المشروع منذ البدايه حتى في جميع محطاته محطات كامل مكبون، يعني وكان معنا انا بالنسبه لي كان اعلامي وكان جمعوي وكان فاعل يعني من جهه العرائش، يعني كان السيد ثانيا كتصرف في الواد، ما يمكنش دير رياضه نهريه فواحد البيئه اللي هي كونتاميني مريضه، وهذا كيفوت واحد الفرص اللي هي كبيره اللي تقدر تخلق فرص شغل كما قال سي نوردين، وتقدر تنشط الحياه الاقتصاديه وتعطي واحد الاشعاع بتضافر الجهود، راه ممكن دير بزاف الحاجات في خلال البحر، من خلال البحر ممكن ديك الجولات ديال النزهه، مراكب خاصه بالنزهه اللي كنجبروهم بزاف من المدن.
مثلا كاين هادشي اللي قلنا ديال سباق الزوارع، هادشي راه كان في واحد المرحله في العرائش كان سباق الزوارع، ما بقيناش كنشوفوا السباقات ديال السباحه. كاينه بزاف ديال الرياضات اللي عندها علاقه بالتاهيل ديال المجال البحري ديال العرائش، وهاد المساله هادي ما يمكنش تحسيس بسيط من هاد النوع ديال عيب ما نرميش الزبل، بحال التلوث عنده علاقه عيب نرمي الزبل او ما نرميش، لا راه مساله اخطر من ذلك، مساله عندها علاقه بالتخريب ديال البيئه البحريه. النتاج كل النفايات ديال المدينه كتخوى في البحر وما كاينش المعالجه ديالها، انا حتى ديك المعالجه ديال المياه اللي كتهود البحر ما كاينش معالجه ديالها نهائيا، وهذا كيستدعي تحديد المسؤوليات. المجلس البلدي خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، المجلس الاقليمي، المندوبيه ديال الصيد البحري، الشركه ديال الموبدو، القطاع ديال النظافه، البحار اي المجتمع البحري وجميع المهنيين اللي عندهم علاقه بداك الميناء وكيزاولوا انشطه في هذا المحور هذا. في هذا الصيف بطبيعة الحال باش يكون تدخل وباش يكون يقال ما يمكن ان يقال به كله يكتم التأهيل في المدينة بجميع النواحي. وشكرا. راه تكلمنا بقاو شنو الرأي ديالكم نتوما في المحافظة على البيئة والثروة البحرية؟ واش خصني ندير؟ واش تغيير العقليات؟ واش مشاريع؟ واش الزجر؟ إلى آخره. شكون بغا يدخل؟ قمنا بالاراده ديالنا اننا ننقيو هذا الوضع هذا ونبدلو هاد الحومات، ما يمكنش يكون هكا. ودابا الواقع ديال الحومات الى درتو جنان وحسينه الناباس لاخره، هذاك الشيء اللي كتشوفوا ديك الاشجار وديك النباتات وداك الشيء راه جا لواحد المسيره العمل مضني ومستميت وعطات نتيجه، ما كاين ضروري كاين التغيير ولكن خصنا نساوي. ودائما الانسان ملي يبقى يشير الاخر كيدير هكا بصبعو، لاحظوا هذه وعقلوا عليها مزيان، ثلاثة ديال غير كيتوجهوا ليه، راه حتى أنت مسؤول، أنت راه ثلاثة المرات مسؤول على الآخر، لا الآخر ما كيديرش، لا، دير أنت بعدا، أولا بدا أنت، أنت كتحمل، أنت كمواطن دير أنت، لا نقيتي غير قرعة ديال خاوية ديال دانون ولا ديال الماء من البحر، راه زولتي قرعة، كانوا 1000 ولاو 999 ونقصت 1000 ديالك. انت الاول مسؤول عليها، اذا دائما خصنا نكونوا متفائلين والمبادرات كيبداو والتحسيس. انا ما كنقولش المسؤوليه ماشي قضيه ديال الجزر اللي خصها دار ولكن قضيه ديال التغذيه. السي محمد قبيله كنا كنهضروا قال لي ودي راه افضل قطاع لتمرير الرساله التربويه حول الحمايه البريه هو قطاع التعليم. معنى ان انا نسوق لكم واحد التجربه كانت كدار في البرازيل، كيعلموا التلاميذ الصغيورين في وسط المدرسه كيفاش يعملوا العمليه ديال الفرز. تلميذ ستيتو كيكون جالس في الباب في التحضيري ولا في الابتدائي ولا في الثاني،
وكيتهرس له ستيلو كيحطو مع بلاصه ستيلوس الورقه كيحطها مع الورقه بلاصه الورقه الزاج ولا شي حاجه حاده كيحطها كيعلموا الاطفال هما ستيدوين ملي كتطلع عندك واحد التربيه ما يمكنش تسيب بحال مثلا شي واحد كيجي من اوروبا من فرنسا ولا هذا نتوما راه عندكم العائلات على برا يستحيل ان شي طفل اللي يجي من العائله ديالكم برا ويسيب شي حاجه في الزنقه ولا يسيبها في البحر كيبقى شابره في يدو ويقول لك فيها الخطه هاد التربيه اللي خصنا المدخل هو التعليم المدخل هو التحسيس خصنا نكونوا متفائلين وتحنا بشر وتحنا راحنا شعب وتحنا كنتعلمنا حضاره راه كنا